يتجمد فيها كل شيء إلا البشر. سكانها لا يشاهدون الصفر المئوي في شتائهم، فالصفر قد يكون حلماً بالنسبة لمنطقة يسجل شتاؤها أكثر من 70 درجة مئوية تحت الصفر. إنها ياقوتيا الواقعة شمال شرق سيبيريا، التي تشكل 75% من مساحة روسيا. ياقوتيا أو جمهورية ساخا هي إحدى الكيانات الفيدرالية في روسيا، مركزها الإداري مدينة ياكوتسك، وتعد أكبر منطقة حكم ذاتي في العالم. تقع أكثر من 40% من أراضيها وراء الدائرة القطبية الشمالية، وتبلغ مساحتها الإجمالية 3 ملايين كيلومتر مربع. سكان ياقوتيا يعيشون شتاء مختلفاً، خاصة خلال شهر يناير كانون الثاني، حيث يتجمد كل شيء خارج المنازل. تضم ياقوتيا أكبر عدد من الأنهار والبحيرات في العالم، وهو ما أكسبها لقب رئة كوكب الأرض. على الرغم من تجمد أنهارها وبحيراتها طوال أيام السنة، وعادة ما يحتفل سكانها برأس السنة الجديدة في 21 من يونيو حزيران خلال عملية الانقلاب الصيفي. ففي الصيف يكون لفترة قصيرة جداً لا تتجاوز درجات الحرارة فيها 27 درجة مئوية خلال شهر يوليو تموز. أما ربيعها فيأتي في الأيام الأخيرة من شهر أبريل، ويكون متوسط درجة الحرارة اليومية القصوى خلاله 0 درجة مئوية. مباني ياقوتيا تختلف عن غيرها من المدن في طريقة تشييدها، فعلى الرغم من أن شكلها الخارجي تشابه غيرها، إلا أن القاعدة التي يتم البناء عليها مكونة من طبقات من التربة الصقيعية المتجمدة التي لا تذوب، كما أن داخلها مصنوع من ألواح خرسانية، ويقوم على ركائز متينة ومواد أخرى تتناسب مع الانخفاض الشديد بدرجات الحرارة. وبحسب إحصائية عام 2020، وصل عدد سكان ياقوتيا لأكثر من 970 ألف نسمة. تكيف سكانها مع شتاء قارس يمتد لأكثر من 8 أشهر، شتاء لا يمكنه مواجهة برودته إلا بمعاطف وقبعات خاصة من الفراء وأحذية وأنواع خاصة من القفازات لضمان عدم تجمد أطرافهم. فنسيان ارتداء القفازات يعرض الشخص للإصابة بمرض يطلق عليه عضة اليد، الذي قد يؤدي إلى تلف الجلد والأنسجة وفقدان الشعور بالأطراف. أما طعامهم فيكون متجمداً في الأسواق دون الحاجة إلى أجهزة تجميد، وغالباً ما يعتمدون على الأسماك المتجمدة وقطع رقيقة من اللحم النيء في وجباتهم. اللافت أيضاً بطريقة تكيفهم للعيش في هذه الأجواء ذهاب سكان المدينة بلا استثناء في بداية فصل الخريف إلى نهر لينا الموجود شرق المدينة لتقطيع الجليد هناك إلى مكعبات كبيرة يتم تخزينها خارج منازلهم من أجل تذويبها خلال الشتاء واستخدامها للشرب. فمياه الصنابير جميعها تتجمد خلال الشتاء. يعود تاريخ اكتشاف ياقوتيا إلى عام 1632 على أيدي مستكشفين روس. لم تكن المدينة معروفة قبل ذلك التاريخ، أما في الوقت الحاضر فباتت تضم عوامل الجذب الرئيسية للسياحة خلال صيفها القصير. ففي مركزها ياقوتسك يقع متحف التاريخ الطبيعي الذي يغطي تاريخ المنطقة لكل من الإنسان والنباتات والحيوانات، ومتحف الجامعة للآثار، ومتحف أفيال الماموث. وعلى الرغم من مناخ ياقوتيا الجليدي والاعتقاد بأنها مدينة مهجورة، إلا أن أرضها تمثل أهم مناجم الذهب والماس والمعادن الثمينة والغاز الطبيعي والنفط، وأغلب سكانها يعملون باستخراج الماس الذي يمثل 5 إنتاج العالم. ولعل هذه تمثل أبرز أسباب تمسك سكانها بالعيش والعمل فيها، لكنهم بطبيعة الحال لا يتمتعون بوسائل الراحة الحديثة إلا بنسبة قليلة، فلا يوجد أي تغطية لخدمات الهاتف المحمول على سبيل المثال، حيث إن معظم الأجهزة الإلكترونية تتوقف عن العمل عند انخفاض درجات الحرارة لدرجة التجمد.